أيها المناضلين يا شبان ساحات التحرير، جنى وسلمانيا نحييكم نشد على أيديكم. جنى وسلمانيا نحييكم ونشد على أيديكم وأنتم تصنعون تاريخ جديد للعراق. نضالكم هي فقط مو فقط للساحة التحرير أو للبغداد، إنها لكل العراق، لكل إنسانية، لكل الشعوب المتعيش في العراق. أنتم تناضلون ضد الفساد بكل أشكاله، وهو نضالكم نضالنا في كردستان ضد الفساد الطغمة الحاكمة في كردستان. العربية في كردستان يتضامن مع حرامية في بغداد. حرامية في كردستان يساند حرامية في بغداد، والشعب الكردي في كردستان يساند الشعب العربي في بغداد. نضالنا مشترك. هم ساهموا في اجتماعات قبل يومين، هم ساهموا لأن خايفين على لهيب ثورة توصل كردستان. منو ساهم بتأسيس نظام الدكتاتوري؟ أليس هم جزء من هذا؟ هم ساهموا فيها، هم ساهموا وهم يريدوا يبقوها. غريب الشعب الكردي لناظر سنوات طويلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن متعطشين للديمقراطية للحرية. نلاحظ أحزاب الحاكمة متعطش للدكتاتورية وتخالف مع الدكتاتورية. هذا إهانة للشعب الكردي، هذا إهانة للنضالات المشتركة بين الشعوب وشعبينا. لذا نضالكم هي جزء من نضالنا، انتصاركم هي انتصار لنا، انتصاركم انتصار تشكيل دولة مدنية ديمقراطية هي انتصار للشعب الكردي في كردستان. نضالنا جزء ما يجزء واحد، لذلك قلبنا معكم.